احنا معانا آية أصلا على التليفون. ألو ألو، أيوة معاك. ازيك يا آية؟ الحمد لله. احنا عايزين نطمن بس الأول عليك، انتي كويسة؟ عشان الحمد أكيد لله. الناس كلها لما شافت ده يعني حسدتك، صح؟ بصي يا رب، والله مش مقتنعة بشوية من إن أنا بقى هتأذى ويحصل لي حاجة كده. لا بس المهم انتي طبعا احكي لنا على معظم اللحظه الناس دي. تركت لي ودعوا لي وقالوا لنا يعني ربنا يحميك وكده. يا رب ان شاء الله. بس انا عايزاكي تحكي لي اول ما دخلتي واكتشفتي ان الموضوع ملوش علاقه بالشغل وانه حبيبك او عريسك عاملك مفاجاه جميله زي دي. انا اكتشفت من قبل ما اخد بالي ان هم موجودين. هم كانوا بيجهزوا للموضوع من قبلها بس مش قايلين لي، وانا حلمت ان انا فعلا ان هم عملوا لي خطوبه مفاجاه، وان اول ما دخلت الخطوبه اللي كانت في الحلم دي اشتغلت الاغنيه اللي اشتغلت اول ما دخلت في الحقيقه. فهم غشوا مني الحته بتاعت الاغنيه دي وزودوها. فانا اول لما سمعت الاغنيه انا عرفت كل اللي موجود من غير ما اقولها. تلاقيني اصلا حتى ما بصيتش على ملامح حد خالص، انا مغمضه عيني وعارفه الحته. طب ايه، احنا عايزين نعرف انت ليه لابسه اللبس ده؟ يعني في ناس كتير ممكن تكون تتفرج مش عارفه طبيعه شغلك. اللبس ده لبس سندريلا، لبس كرتون، ده ايه بالظبط؟ ليه كنت لابسه اللبس ده؟ لبس الاميره اريال. وانا اصلا من وانا صغيره بحب الاميرات جدا وبحب لبسهم، وانا بلبس لبس زي كده كتير. يعني اللي يعرفوني يعرفوا ان دي حاجه عاديه جدا. يعني في عيد ميلادي كان عندي 20 سنه، فكنت فرحانه قوي لان انا من وانا صغيره نفسي يبقى عندي 20 سنه عشان ابقى قد سندريلا وسنو وايت. فمامتي عملت لي فستان سنو وايت، ففي انا كان نفسي اصلا البس امير واميره وكده. ربنا يوفقكم بجد، وان شاء الله العمر كله في سعاده يا ايه. ربنا يخليكي يا رب، وحياتكم كلها تبقى كلها جميله كده وفي اطفال جمال يجوا لكم ان شاء الله. وعايزين نشوف الفرح بقى، هتلبسوا ايه وهيبقى عامل ازاي؟ عشان احنا متشوقين جدا نشوف القصه الجميله دي هتنتهي ازاي.